مفاعل نووي على سطح القمر لتوليد الطاقة الكهربائية، هذا ما تخطط له وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ضمن أهداف برنامج أرتميس التابع لها، والذي يسعى إلى وضع قواعد بشرية على القمر. ناسا قالت إن الخطط من حيث المبدأ هي أن يعمل المفاعل لمدة عقد على الأقل دون أي تدخل بشري، وذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن التعرض للإشعاعات، ولتتمكن الحملات الاستكشافية من التركيز على المهام العلمية، مضيفة أنها منحت بالفعل عقودا لشركات تعمل على تصميم نماذج للمفاعلات النووية. فما الذي يعنيه ذلك؟ وما الأفاق التي سيفتحها هذا المشروع؟ من عمان ينضم إليه مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء دكتور حنا صبات. دكتور حنا، مرحبا بك معنا. بداية، ما الذي تفكر به ناسا وما الأفاق اللي يمكن أن يفتح هذا التوجه بالنسبة للطاقة وتوليد الطاقة وتوليد الكهرباء، خاصة وأنه ربما حسب ما فهمت من قراءتي لهذا الموضوع أنه تسعى إلى التخلي عن الطاقة الشمسية؟ نعم، شكرا على هذا السؤال، وهذا هو موضوع مهم جدا في الحقيقة فيما يخص الاستيطان البشري للقمر والكواكب الأخرى من أمثال كوكب المريخ. يعني القمر هو محطتنا الأولى نحو المريخ في النهاية. طبعا استيطان القمر هو قاب قوسين أو أدنى كما تعلمون، يعني من خلال مشروع أرتميس ومشروعات أخرى لدول مثل الصين وروسيا والهند وغيرها. تمام. المشكلة الأساسية هو التزود بالطاقة وتحديدا الطاقة الكهربائية. بالتأكيد هناك الحل السهل، يعني نسبيا، هو إنشاء خلايا كهربائية، يعني استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. لكن المشكلة الأساسية في موضوع القمر هو أنه دورته حول نفسه يعني يوم طويل جدا، يستغرق نحو 27 يوم، وبالتالي يعني هناك نحو أسبوعين في من النهار ونحو أسبوعين من الظلمة أو الليل. بالتالي عندما تدخل المحطة أو لنقل المستوطنة القمرية في منطقة الليل، فلن تستطيع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الشمس. إذا ما هو الحل؟ طبعا الحل الذي اقترحته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هو إنشاء أو يعني تصميم مفاعل نووي صغير، ربما بقدرة 40 كيلو واط أو شيء من هذا القبيل، بحيث أنه يتم إطلاقه من الأرض ويتم ثم يهبط لاحقاً على سطح القمر ويتم استخدامه للتزود بالطاقة الكهربائية. التزود بالطاقة الكهربائية أين؟ التزويد يعني رواد الفضاء بالطاقة الكهربائية. آه. يعني. من خلال المفاعل النووي. طبعاً هذا يعني بالتأكيد أن هناك حاجة للمياه، لأنه يعني إحنا في النهاية الطاقة النووية أو المفاعل النووي ينتج حرارة في النهاية، لا ينتج كهرباء، ينتج حرارة. لكن من خلال وجود مياه متدفقة، أو يعني من خلال وجود مياه سائلة، يمكن تسخينها من الحرارة الناتجة من المفاعل النووي وتوليد البخار الذي يحرك توربينات إلى آخره، يعمل التوليد مشابه لما يحصل على الأرض. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، من أين ستحصل وكالة ناسا على الماء؟ طبعا من المعروف أن هناك مياه توجد على سطح القمر، ولكنها في بشكل جليد متجمد يعني في الحقيقة. لذلك يعني منطقة الفوهات القمرية وخاصة في المناطق القطبية مثل القطب الجنوبي للقمر تزخر بجليد الماء. لذا من المحتمل أن يتم إنشاء مثل هذه المحطة النووية في المناطق الجنوبية من القمر. طبعا سيتم اختبارها كما ذكرتم لمدة 10 سنوات، وإن نجحت طبعا ستكون الخطوة التالية هو إنشاء محطة نووية على كوكب المريخ لاحقا، أيضا بهدف الاستيطان البشري أو السكنة طويلة الأمد على كوكب المريخ. هذا هو باختصار حجم يعني. وأنت تتحدث عن الموضوع يبدو كأننا يعني في خيال علمي، خاصة أن المرحلة لا تزال في قيد تجارب وقد تأخذ ربما عقود من التجارب. لكن ماذا عن المنافسة، خاصة عندما نتحدث عن القمر؟ ليست ناسا الوحيدة اللي تطال مهمات على مستوى القمر، كيف يمكن إدارة هذه المنافسة مع هذا التوجه باختصار؟ طبعا علينا ندرك أنه العودة إلى القمر الآن تختلف عن ما حصل في عقد الستينيات من القرن العشرين، وهي بدايات
عصر الفضاء وسباق الفضاء. الآن العودة نحو القمر هو بهدف الاستيطان البشري طويل الأمد، وأيضا استغلال الثروات القمرية. وبالتالي الكثير من الدول الكبرى من أمثال الصين وروسيا والهند تسعى أيضا، لديها برامجها الخاصة، وقد نصل في نقطة من يعني في المستقبل إلى أن تتشكل تحالفات جديدة بين هذه الدول لتقابل التحالف أرتمس اللي كونته الولايات المتحدة مع العديد من الدول الأخرى. فبالتالي التنافس موجود، ولكن نعم علينا دكتور ندرك حنا. أن هناك خطورة في هذه العملية، خطورة كبيرة يعني، كما رأينا هناك العديد من حالات الفشل لمركبات حاولت شكرا، مؤخرا الهبوط على سطح القمر. للأسف انتهى وقتي. من عمان، مدير الوحدة الأكاديمية في المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء، دكتور حنا صبات.